تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: جاء الحبشة، الأحباش من الحبشة كانوا يأتون في وفود، جاءوا إلى المدينة، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما تعلمون، يفتح بابه على المسجد. جاء هؤلاء الحبشة وأخذوا يلعبون ويبدون مهاراتهم بالرماح، واجتمع الناس عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي في بيت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هو الذي نادى عليها: يا عائشة تعالي وانظري، تعالي وانظري، تفرجي على هؤلاء. قالت عائشة: فوضعت خدي على منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقف أمام الباب هكذا يحمي عرضه من النظرات، وتأتي عائشة من خلفه بين شحمة أذني وعاتقه، تتفرج وتنظر إلى هؤلاء الحبشة كيف يلعبون ويبدون مهاراتهم بالرماح وبالحراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا عائشة أما تعبتي؟ يا عائشة أما تعبتي؟ طال الوقت. تقول عائشة: وأنا أقول لا يا رسول الله، ما زلت. وقالت عائشة بعد ذلك عندما تروح، قالت: وإنما تأخرت أريد أن أنظر مكانتي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سينهرني؟ هل سيقول كفى؟ بل بقي حتى رأيته صلى الله عليه وسلم يراوح بين قدمي من التعب، لم ينصرف من أجل أن تستمر عائشة في رؤية هؤلاء ويدخل البهجة والفرح والسرور على قلبها.